الحلقة السادسة من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المانع الرابع الذي يمنع من جواز البيع هو الإذاء الإعانة على إذاء المسلمين. ما الدليل على حرمة إذاء المسلمين وأن أي شيء يؤذي المسلمين مانع من جواز البيع؟ قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب، ما البيوع التي حرمها الله وما المعاملات المالية التي حرمها الله بسبب أن فيها إذاء للمسلمين؟ أولا، حرمة الصوم على صومه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم المسلم على صوم أخيه. يعني إيه؟ يعني واحد بيفاصل، يعني الصوم اللي هو الفصال في ثمن عربية، فبيقول للراجل أنا عاوز أخدها بخمسين، والراجل بيقول لا أنا أخدها بخمسة، أبيعها بخمسة وخمسين. ما ينفعش واحد يخش قبل استقرار الثمن فيقول طب أنا أخدها بأربعة وخمسين، ولا ده حرام، لأن ده راجل بيفاصل، إزاي تتدخل؟ طب متى يجوز أن أنا أخش في السوم؟ إذا كان مزادا، البائع بيقول مين اللي يشتري، مين يدفع أكتر، غير بائع ومشتري مع بعض وبيسوموا بعض، حرام حد يخش. البيع الثاني المحرم بسبب إذاء المسلمين، حرم البيع على بيعه. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني ايه الصورة بتاع يبيع على بيع اخيه؟ ان واحد اتفق انه هيشتري العربية بخمسة وخمسين الف وتستقر الثمن، راحت وخلاص انا اجيب بعنا واشترينا ودفعنا الفلوس، يجي واحد يقول له طب انا اشتريها منك بستين الف وافسخ البيعة مع هذا الرجل. ده مش مزاد، لأن لو مزاد يزود، لكن ده مش مزاد، فده يحرم لأن هو باع على بيع أخيه واشترى على شراء أخيه. طيب، حرمة التناجش وما صورة النجش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. التناجش معناه واحد بداخل في مزاد، فالتاني يخش يحط سعر أكتر عشان يغلي السعر على التاني، وهو مش عاوز يشتري، هو لا يريد الشراء. فواحد عامل مزاد بيقول مين اللي يشتري الارض دي، فواحد بيقول ب 100 الف، فواحد يقول لا ده ب 120 الف. ليه؟ عشان التاني يخش يقول لا ده ب 140 الف. ده هو النجش. طيب، البيع اللي بعد كده المحرم، حرمة تلقي الجلب والركبان. عن ابي هريرة ان رسول الله قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب ده صورته إيه؟ إن التجار يقفوا برا السوق يتلقوا اللي جايين بالبضاعة ويحددوا سعرهم ويشتروها من برا، حتى لو هذا التاجر بلغ صاحب البضاعة وصاحب الخرفان وصاحب الزرع بالسعر الصحيح، برضو ده حرام. ده حرام، تلقي الجلب حرام، البيع والشراء خارج السوق حرام. لازم الراجل يخش السوق ويرى الأثمان بنفسه ويبيع ويشتري جوه السوق. طيب، البيع اللي بعد كده اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه إزاء للمسلمين، بيع المصراة. قال النبي: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظيرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. إيه معنى لا تصر الإبل والغنم؟ لا تصر الإبل والغنم يعني إيه؟
يعني حرام ان انا اصر الابل والغنم والبقر واي حيوان. وقال الابل والغنم لان هما اللي شائعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده الغالب عندهم. طب يصر ده بيزا ازاي؟ يربط درعها، يصر يعني يربط درعها ويسيبها يوم واتنين ما يحلبهاش فتنمو الدرع بتاعها، فاللي يبص عليها يقول دي بتجيب لبن كتير فيغلو تمنها. أو من التصرية اللي بيطعم حيوان ملح ليشرب كثيرا فيزيد اللبن من التصرية. من البيوع المحرمة حرمة الاحتكار، عن معمر بن عبد الله، عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا الخاطئ. يعني الاحتكار ان انا اخد سلعة عشان تمنها يغلى في السوق، زي احتكار شركات الحديد. واحد شخص ايام مبارك كان محتكر الحديد في مصر، هو اللي بيتحكم في سعره، هو اللي بيستورد وهو اللي مسك الحديد كله. فارتفعت الاسعار بتاعت المباني، فارتفعت الايجارات، وظلت هي الشركة الوحيدة اللي مالك الاسعار. واحد كان مالك شركة موبينيل، ممنوع اي حد ينزل شركة اتصالات تانية، وكان بيبيع الخطوط والتليفونات باسعار خيالية خيالية. ده كلها من الاحتكار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. طيب جمع البضاعة اللي مش هترفع السعر، ده ما اسمهش احتكار. عن سعيد بن مسيب ان ومعمر الرواة الحديث انهما كان يحتكران، ده مش احتكار بالمعنى اللي هو لا، كان بيجمع بعض الاكل عنده عشان يبقى المخزن بتاعه مليان، لكن لا يضر الناس. طب ما حكم من ثبت عليه الاحتكار واضطر الناس اليه؟ يجبر على البيع دفعا للضر عن الناس. طب ما الرد على من جعل الاحتكار الاقوات فقط؟ عموم العموم الحديث، الحديث عام ولا مخصص له. طيب من الصور المعاملات الحديثة بقى، دي كلها صور كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. من الصور الحديثة بقى العمل في شركات السجائر في قسم التصنيع والتسويق، لأن السجائر ده سم بيقتل المسلمين، فتحرم المال حرام ولا يجوز، ومال حرام لذاته لا يجوز التعامل معه. العمل في إنشاء مطارات الأمريكان في العراق، لأن ده معاونة للكفار الذين يقتلون المسلمين. ولا يجوز أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلات حرب. بيع الأدوية المهربة المشكوك في كفائتها وكونها مغشوشة منتهية الصلاحية ومتغيرة ومغيرة التاريخ، فإذا تيقن أنها غير مغشوشة وأنها أصلية فلا حرج من بيعها. بيع السلاح في الفتنة لمن يستخدمه ضد المسلمين، وربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى، وده تعاون على الإثم والعدوان. وبوب البخاري في صحيح باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وعن قتادة خرجنا مع رسول الله عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا بستان يعني في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فيجوز البيع بس بشرط ما يكونش الفتنة، بشرط ما يكونش ليه في فتنة. طيب عندنا من بيوع المحرمة في العصر الحديث يحرم بيع، يحرم العمل في الضرائب والجمارك والمال الذي يأتي منه محرم، إلا من يعمل في الضرائب والجمارك للتخفيف عن المسلمين وفي وظيفة تسمح له بذلك. لكن واحد شغال في الضرائب العقارية، الضرائب مبيعات، يخفف عن المسلمين ازاي؟ لكن في وظائف هو اللي بيقدر فبالتالي يخفف على المسلمين الظلم. طب ايه الدليل ان الضرائب دي حرام؟ قال النبي لخالد مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. من البيوع المحرمة فك الدش والقنوات المشفرة المملوكة للمسلمين، دي بتضيع حقوقهم. وعمل وصلات توزع القنوات الأغاني، ده حرام.
وعمل قنوات توزع القنوات الإسلامية فتضيع برضك الاشتراك على القنوات الإسلامية، وده مال لمسلمين. يحرم نسخ البرامج الغير مرخصة للغير مرخصة والاسطوانات التي لا حقوق طبع، ويحرم تصوير الكتب التي لا حقوق طبع ولا يجوز التكسب منها. يعني عاوز تصور نسخة للفايدة الشخصية ماشي، لكن توزعها لا يجوز شرعا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، مع الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله بكرة إن شاء الله.